بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. القمة تليق دائما بالنادي الأهلي. في الأهلي علمونا ننافس على القمة فقط، ولكن ننافس دائما بشرف. الأهلي دايما بيعلم الانتماء والاحترام والاحتراف، وعلشان كده الأهلي دايما على القمة. الأهلي هو القمة. النادي الأهلي ما بينساش وعوده، الأهلي ما بينساش جماهيره، النادي الأهلي ما بينساش مبادئه وتاريخه السابق. هو ده النادي الأهلي. سلمة بعد سلمة ليطول الأهلي السما، ودي اسمه فوق الكل وعلي، ودولاب بطولات عمال يكملي تشرف اللي انتمى. سلمة بعد سلمة بيطول الأهلي السما، ودي اسمه فوق الكل وعلي، ودولاب بطولات عمال يتملي تشرف اللي انتمى. الأهلي القمة، اسم على مسمى، أهلي وفي دمي في تشجيع وبتباهى. هتزيد وتعلي احسب لي وقول لي، في السنة شوف كام بطولة حققناها. مرحلة بعدها مرحلة والرجالة مكملة، ده محلي وقر عالمي، وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة، ومنتهي المسألة. مرحلة بعدها مرحلة والرجالة مكملة، ده محلي وقر عالمي، وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة، ومنتهي المسألة. الأهلي القمة، اسم على مسمى، والكل بحبه اندفع، فكر وخطه وتكتيك ودراسه، نتيجته ده باظه، ده شطها رصاصه. في البدايه بقول لجمهور النادي الاهلي مبروك، وللنادي الاهلي طبعا الفوز في مباراه النهارده على نادي الزمالك في الكره الطايره 3 أشواط مقابل شوط واحد. اذعنا هذه المباراه على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي قبل البيت بيتك مباشره. كتيبه مقاتلين رائعين بقياده بيت الكبير، معلش ما احنا بيتنا، لانه بيتنا هو بيت كل الاهلاويه، بقياده الكابتن ميدو مصلحي المدير الفني ومجموعه اللاعبين اصحاب الخبرات وكذلك الشباب الرائع. المباراه كانت كبيره، لكن الافضل دائما بيفوز. الف الف مبروك للنادي الاهلي. الحقيقة أيضا أن النادي الأهلي الحمد لله في كل الألعاب على القمة، وده اللي تعودنا عليه. هتيجي تقول لي يا عم إسلام، ما الماتش ما يعني ما فيهوش قصة، يعني ما الماتش مش مؤهل لحاجة، كده كده الأهلي والزمالك تأهل للأدوار النهائية والكلام ده كله. ولكن دائما زي ما حضراتكم عارفين، مثل هذه المباريات بتخليك تبقى شايف اللي بيحصل، بتخليك تبقى عارف اللي ممكن يحصل قدام، لأنه في النهاية أنا يهمني فريق النادي الأهلي يكسب دايما في كل الماتشات في كل المباريات. هو ده اللي احنا اتعلمناه، هو ده اللي بنتعلمه جوه النادي الاهلي، وهو ده اللي بنعلمه للاجيال اللي بعد كده. حتى فرق البنات عندنا بالمناسبه، حتى لو اتغلبوا بنعتز بيهم، ما عندناش مشكله. فرق البنات في النادي الاهلي ايضا بتلعب على القمه، زي ما رجال الطايره بيلعبوا على القمه، عندنا كل فرق البنات، يعني البنات دول في يعني فرق البنات تحديدا دايما تلاقوهم بنحب، الناس كلها بتحب تروح تتفرج عليهم، تساعدهم، تقف معاهم، يلا. هذه هي الرياضة، أو هذا هو الغرض من الرياضة. مش الغرض من الرياضة إن إحنا حتى دول بنغلط فيهم. عشان كده عندنا دايما، مش إحنا اللي بنغلط طبعا، زي ما حضراتكم عارفين طبعا أنا أقصد إيه هنا. دايما فرق البنات بتحقق عندنا بطولات. ليه؟ لان احنا
بنتعامل النادي الاهلي بيتعامل معاهم رياضيين او رياضيات محترمات لهم كل الاحترام ولهم كل التقدير. بالمناسبه انا مبسوط النهارده، مبسوط بمستوى النادي الاهلي طبعا، ولكن ايضا المباراه رايحه جايه. النادي الاهلي بيلعب نادي الزمالك، الفريقين الكبيرين في مصر. النادي الاهلي في المباراه في الشوط الاول كسب، الشوط الثاني الزمالك رجع، ولكن طبعا الاهلي فارق بكتير، فبالتالي قدر يكسب الشوط الثاني والثالث. لكن وانت قاعد بتتفرج على الماتش، انت عايز الاهلي يكسب طبعا وكل حاجه، ولكن كرياضه مفيش مشكله. عايزين نتنافس، مش عايزين نقعد نعطل بعض. عايزين نتنافس، مش عايزين نقعد نشتم في بعض. عايزين نتنافس، والافضل بالمناسبه الافضل هو اللي يكسب، الافضل فنيا هو اللي يكسب، ما عنديش مشكله. ولكن مش عايز اطلع ابقى برد على شتيمه وعلى سباب وعلى حاجات كلها غلط في غلط. ده حد بيقول يمين وبعدين تاني يوم يجي يقول لك شمال. حاجات تخليك تبقى حاسس ان حاجات تجن الواحد. واحد يبقى بيتكلم يقول لك ايه؟ انا فلان اللعيب الفلاني الفلاني ده شرب منشطات. النهارده بيقول لك اللعيب فلان الفلاني ده ما شربش منشطات. ايه يا جماعه ده؟ هو في كده في الدنيا؟ والناس بتصدق ده وبتصدق ده؟ مش جمهور الاهلي طبعا. طبعا مش جمهور الاهلي. فالناس بتصدق الكلمه يعني. تخيل حضرتك انا اطلع اقول لك انه اي حاجه، اي موضوع الواحد يقوله تاني يوم على طول اطلع اقول عكسه وبمنتهى الاصرار والفخر مش ايه يا جماعه ده؟ هو في كده في الدنيا؟ عموما انا اسف ان انا بتكلم في هذا الامر، لانه امر الحقيقه ما يخصنيش، وانا عارف ان دايما جمهور النادي الاهلي بيحب هذه الحاجات. ليه يقعد يتفرج على الحاجات دي الكلمه وعكسها ويضحك؟ والله الكلمه وعكسها ويقعد يضحك يقول لك احنا على فكره كل ما قابل حد من جمهور النادي الاهلي على ما يحدث اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول يقول لي يا عم اسلام الفيلم واضح ومعروف، هيطلع يعمل هيحصل واحد اثنين ثلاثه. الاهلاويه كلهم بيقعدوا يحكوا معايا كده، فاحنا عارفين ايه اللي بيحصل وايه اللي هيتقال وايه اللي بيتقال وليه وعشان ايه وهيحصل ايه بكره وهكذا. انا الحقيقه ما بحبش اتكلم في مثل هذه الامور، لانها سمعه لعيبه في الاول وفي الاخر. وايضا انا بحب اتكلم في الامور اللي تخليني اتنافس في كره القدم او اتنافس في الرياضه، مش في كره القدم فقط. يعني زي ما بقول لحضرتك النهارده انا كنت مبسوط بالمباراه الشوط الاول والثاني. الثالث والرابع الاهلي فرق كتير، لكن الشوط الاول والثاني المباراه رايح جاي وفيها سجال وكذا وكذا، ولكن ثقتنا كبيره جدا برجاله الطايره النهارده، فعشان كده عارفين ان احنا هنكسب. وبيني وبينكم المباراه برضو يعني عاديه. احلى حاجه فيها ان انت تلعب ديربي، بتلعب قدام النادي الاهلي بيلاقي نادي الزمالك، وبالتالي مثل هذه المباريات لو مباريات وديه اللي بيكسب بيبقى مبسوط واللي بيتغلب بيبقى زعلان، سواء رجاله او ستات. فالحقيقه انا من يومين والله العظيم، وانا الحقيقه انا قلت الكلام ده قبل كده لكل زمايلي، قلت لهم من يومين وانا بتكلم سعيد جدا بفوز النادي الاهلي سيدات في الكره السله، في كره السله على نادي الزمالك، ولكن انا لو تاخدوا بالكم انا ما جبتش سيره الموضوع. عارفين ليه؟ احتراما في الرياضه، انا بشوف ان الرياضه فيها كده، احتراما للفريق المهزوم. تخيل احنا هنا في النادي الاهلي اتعلمت هذا الكلام والله، ومن جمهور النادي الاهلي، ومن جمهور النادي الاهلي بالمناسبه، لانه هزيمه كبيره جدا. تخيلوا حضراتكم ان النتيجه في المباراه السيدات سله سيدات ما بين الاهلي والزمالك، النتيجه وصلت 33-0، الاهلي 33 والزمالك 0. فانا عديت الموضوع وقلت ان فريق السله كسب وخلاص، خدت الموضوع كده. ولكن اللي بيحصل حاجه ما تخصنيش طبعا وماليش علاقه بيها، ولكن يا جماعه الرياضه تنافس، الرياضه تنافس. اتمنى ان النادي الاهلي يكسب كل الماتشات، واتمنى ان النادي الاهلي يبقى الافضل في كل حاجه. انا كده الحقيقه ودايما بفكر بهذا الشكل، ودايما اشوف انه طالما قادر كسبان 6-1 لا اكسب 7 واكسب 8 واكسب 9 واكسب 10. انا من المدرسه دي، ولكن ايضا من مدرسه الاحترام اللي اتعلمتها من جمهور الاهلي ومن النادي الاهلي.
لكن اطلع اقول الحاجه وتاني يوم ما يكملش 24 ساعه اطلع اقول عكسها، والناس تقول لك اصله هنا كان بيقول عشان مش عارف ايه وهنا بيحلل. الناس بتحلل عموما. يعني كان لازم ابدا اقول الكلمتين دول، لكن بما اننا بنتكلم او بدانا بقى اجواء المونديال، الفقره اللي جايه دي فقره عن المونديال، خلي بال حضراتكم. وانا المونديال دول يبقى جمهور الاهلي فقط اللي يقعد